Alpe. شو في طمني احترق الموتور؟ لا ما احترق الموتور. لكن فرط الدبرياج. ما فرط الدبرياج. راح الفيتاس. ما راح الفيتاس. لكن ما بهش السيارة، كيف تقول لي معطلة؟ إذا لا موتور ولا فيتاس ولا دبرياج ما بكون بهشي. كيف لك عين؟ كيف لك عين تقول لي معطلة؟ ابن ليلى هيداك نهار بج الموتور انفجر وما معه ايرباك، طار من الإزاز وإجا الموتور بقفي. بشو احسن منك يا ابن ليلى؟ بشو؟ اما فيك تسكتي شوي، شوف شو مشكله الفريم. مشكله الفريم؟ شو مشكله الفريم؟ ابن جوسين هداك النهار طاير على اوتوستراجوني شي 180، فات بسكس ويل ما بقي منه عظمه، صاغ عظمه ما بقي، السياره ما بقي مين يخبر. بشو احسن منك ابن جوسلين؟ ها بشو؟ ما مشكله مش بالفريم، زيت الفريم افهمي. كمان زيت الفريم؟ ولك عين تقول لي معطله؟ طيب سايرني على القليله وقول لي ايه الفريمات رايحين، سايرني بس ما بتعمل لي حساب. شو بدي اعمل فيك؟ ابن فدوى هيديك المره طاير شي 180 وجفيت بهيدا الحجز المصنل بين الاوتوسترادين، بتعرف شو صار فيه؟ ما في خبرك، ولا ولعوا ولع ولع ولع، ولو ما توصل الاطفائيه كان احترق كله وما بقي مين يخبر. بشو احسن منك ابن فدوى؟ ايه؟ بشو؟ ماشي امي ماشي، حامشي بالسياره ومصري او بدون فريمات منيح؟ يلا لا 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 عمالك عمالك شو جنيت؟ بننزل بالوادي منموت منموت؟ ما شو فيها؟ من يومين ابن سلوى طار من دار البيدر نزل بالوادي فات كوما. بشو احسن منك ابن سلوى؟ بشو؟